شوط القعدان الرئيسي يستعد للانطلاقة، وأنقل الكلمة والميكروفون لأخي وزميلي شجاع العتيب. شكرا محمد بن أبريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلق شوطنا الرئيسي للحقائق القعدان، ومن مسافة 4 كيلومترات لهجن أبناء القبائل نتقدم مباشرة مع البداية، ومع المركز الأول نواف سعود بن سلطان بن مبارك الهاجري، من يقدم لنا نواف على أول الأسماء وأول المراكز، المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل المواجه عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد آل فهيدة، من يتقدم مع مواجه على ثاني الأسماء النقلة والدور إلى المركز الثالث الوصول من مياس جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري، من يتواصل مع مياس على ثالث الأسماء المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل جهجاه فرج بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار، من يتواصل مع جهجاه على رابع الأسماء النقلة والدور إلى المركز الخامس الوصول من هملول حمد بن مسفر بن علي المري، من يتواصل مع هملول على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء المندفعة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان. نعود مع البداية ومع الصدارة ومع المركز الأول، هنالك مواجه مع أول الأسماء عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد آل فهيدة، من يبحث عن الشوط الرئيسي في هذا المساء مع مواجه على أول الأسماء المركز الثاني الوصول والقدوم من ثاني الأسماء. المركز الثاني جهجاه فرج بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، من يتواصل مع جهجاه على ثاني الأسماء المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل شعار البطل، من يغير مع المركز الثاني. هنالك مياس جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري، يتواصل مع مياس على ثاني الأسماء المركز الرابع الوصول والقدوم من نواف سعود بن سلطان بن مبارك الهاجري، يتقدم مع نواف على رابع الأسماء المركز الخامس. هنالك هملول من الجانب الآخر حمد بن مسفر بن علي المري، من يقدم لنا هملول، وأيضا الوصول من عز ناصر بن محمد بن ناصر الغياثين المري، من يتواصل مع عز على ثالث الأسماء. هنالك من يغير مع المركز الثالث والوصول والقدوم من ضاري راشد بن محمد بن حمد الدعية، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع شعار بن جبران، من يقدم لنا مياس جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري على أول الأسماء، شعار النجوم الحاضر في هذا المساء مع الشوط الرئيسي للقعدان الحقائق. هنا يبحث عن الشوط الرئيسي، ولكن الوصول من كرار على ثاني الأسماء محمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح، يقدم لنا كرار على ثاني الأسماء المركز الثالث الوصول من عز ناصر بن محمد بن ناصر المري، يقدم لنا عز على ثالث الأسماء المركز الرابع الوصول من كرار محمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري مع رابع الأسماء. الله الله المركز
المركز الخامس. وصل في هذه اللحظات ادخان سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يقدم لنا ادخان، ولكن نعود مع شعار النجوم، نعود مع شعار بن جبران من انطلق مع مياس مع اول الاسماء مع الشوط الرئيسي في هذا المساء، جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري. ولكن القدوم والوصول من كرار وادخان بن مريسيق مع كرار، ادخان مع بن رشدان ولكن مياس البطل، مياس النجوم هنا ينطلق بشعار النجوم. جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري انطلق مع مياس مع الشوط الرئيسي، كرار قادم مع المركز الثاني، ادخان مع ثالث الاسماء، ولكن مياس الامتار الاخيرة امتار الشوط الرئيسي هنالك مع البطل مع بن جبران. مياس مع الشوط الرئيسي، جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري، سلام يا البطل، سلام يا بن جبران، سلام على هذا الفوز والانتصار الشوط الرئيسي مع شعار النجوم، سلام يا بن جبران، سلام. المركز الثاني ادخان سعيد بن عبيد بن رشدان، المركز الثالث كان كرار محمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق، المركز الرابع عز ناصر بن محمد بن ناصر المري، المركز الخامس كرار محمد بن سعيد بن سالم بلزيوح. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك مياس جابر بن سالم بن جابر بن جبران الحاصل على الشوط الرئيسي في هذا المساء، ووصيف الشوط الرئيسي للإبكار في هذا المساء، من يبهرنا دوما بهذه الأسماء اللافتة وهذه الأسماء الكبيرة والخطيرة مع الأشواط الرئيسية. تهانينا والناموس يا بن جبران. التوقيت الزمني 6:15 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا البطل جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري. المركز الثاني كانت خان سعيد بن عبيد بن رشدان، 6:16:36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان كرار محمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق، 6:16:88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا والناموس لمالك مياس جابر بن سالم بن جابر بن جبران على انتزاع الشوط الرئيسي للقعدان في هذا المساء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.